يعد الضبع من الحيوانات البرية الممترسة اللاحمة، وهو من الحيوانات الثدية التي تتكاثر بالولادة. ويعرف عن الضبع أنه يأكل الجيفة وبقايا الحيوانات المفترسة الأخرى وما تبقى منها، وهو ما يعرف بالحيوانات القمامة. ورغم ذلك فأنه يستطيع الصيد بمهارة. قوة أسنانه وكوه يعتبران من أقوى الفكوك بين الحيوانات الكاسرة، فقوة أسنان الضبع تمكنه من كسر وطحن العظام التي لا تقوى على طحنها باقي الصداع، وإفرازاتها الهضمية القوية تمكنه من الاتهام كل ما لا يقوى عليها الصداع، فهي تأكل بيسر الحوافر والجماجم وأقوى الجلود. ولذلك عندما تقع الفريسة بين يدي الضباع فلا يبقى منها شيئاً يذكر. الافتراء التاريخي، فقد قيل عنه إنه حيوان جباناً وخسيساً أكل جيف يعتمد بالأساس على فتات صيد الأسد، وإذا اصطاد يهاجم أضعف الفرائس. هكذا تعرف العديد من الموسوعات العلمية حيوان الضبع. ومن أسباب هذا الافتراء التاريخي على هذا الحيوان أسبابان رئيسيان: أولاهما أنها لا تنشط إلا في الليل، وبالتالي كان الظلام يحجب عن الباحثين أهم المعلومات عنها. والثاني وأغربها هي قباحة شكلها. حقائق مثيرة ومفيدة عن الطباع: فهو يملك فكاً قوياً جداً يمكنه من طحن العظام تحت أنيابه، ولديه أنياب غليظة وغدد لعابية كبيرة وأبراص أمامية قوية، ويملك رأس كبيرة وجسم ممتلئ وعنق غليظ، كما أن قوائمه الأمامية تكون أعلى من الخلفية، ولهذا السبب يظهر جسم الضبع بشكل نائم. أما عن ظهره فهو محدب الشكل، ويملك أيضاً في كل قدم 4 أصابع، يغطي جسمه فراءً بشعر خشن طويل، ويكون الشعر داكناً. يعد الضبع من الحيوانات الليلية ذات الصوت المزعج والقبيح، وأحياناً يصدر صوت يشبه الضحك أو المزاح، كما أنه نهم تجاه الطعام، وتنبعث منه رائحة كريهة، ويعيش في العديد من المناطق. أما موطنه الأصلي فهو إفريقيا والهند وأطراف بعض الدول العربية. يحب العيش في الأراضي الزراعية المكشوفة بالإضافة إلى المناطق الصخرية. يأتي في المرتبة الثانية في أكل اللحوم بعد الأسد الإفريقي. يعد من الحيوانات الذكية، وهو أيضاً حيوان اجتماعي يعيش ضمن مجموعات تسمى حزماً، ويكون في كل حزمة 80 ضبعاً. تتميز الإناث عن الذكور بأنها تمتلك عضلات أكبر، كما أنها أكثر عدوانية. يملك الضبع حاسة بصر قوية وحاسة سمع خارقة، كما أنه يستطيع الجري لمسافات طويلة دون أن يشعر بالتعب. والجدير بالذكر أن الضبع البالغ لا يهاب أي مخلوق باستثناء الأسد، ومع ذلك فإنه يفضل أكل طعامه دون بذل أي جهد. وشكراً لكم على المتابعة، وإذا أعجبكم الفيديو فتفاعلوا معه ليصلكم كل جديد.